خيار عملوا الشعب التونسي وأدرجوا في الدستور متاعه في 2013 نهاية 2013، والرهان هو أنه معالجة إرث الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ما يصيرش بالاستدامات وأخذ الثار وسفك الدماء، يصير بمعالجة سلمية. هذا الخيار اختاره التوانسة، والمعالجة إرث الماضي هي عملية صعبة، عملية موجعة، عملية تمس احنا نقول الحم الحي وتمس يعني القلب وعمق الشرايين السياسة في تونس. بالطبع المسار هذا ما ينجمش يكون يجي بهدوء وبإرضاء الجميع، يستحيل. حتى تجربة في العالم ما عملت هذا المسار بهالطريقة اللي ممكن نتصورها. الناس اللي يقولوا مسار متعثر ومسار غير أو أخفق، علاش يستندوا؟ احنا القانون صريح يقول لك الهيئة عندها 4 سنوات لإنجاز مهامها. شنية هالمهام هذه؟ أولا كشف الحقيقة، تحديد مسؤوليات الجنات، من هم الجنات وماذا فعلوا، ثم جبر الضرر للضحايا، ثم إصلاح المؤسسات من أجل ضمان عدم التكرار. كل هالأعمال هذه الهيئة بصدد إنجازها، ونتيجة حوصلت أعمالها ستنشر في تقريرها النهائي حينما تستكمل أعمالها. باش بدأت الهيئة؟ بدأت بتسجيل الشكاوي، وسجلت أكثر من 63,000 شكوى.